عليكم، انا اسمي رولا. انا بس عايزه اتكلم عن تجربتي مع الجهاز ده. الجهاز ده اختراع مريح بطريقه فظيعه. اولا انا كنت الاول بشتكي من صداع مزمن، هنا في وجع شديد المنطقه دي والمنطقه دي، من اول هنا لحد هنا صداع، مفصل شدة، أعصابي كلها مشدودة بمعنى الكلمة. كنت حاسة الأول إن من كتر الصداع والشدة ما كنتش بعرف أفتح بقي، يعني كان لي حد معين إن هو أفتحه، من كتر ما في وجع، من كتر ما في شد في الأعصاب، من كتر ما أنا مش قادرة فعلا أفتح بقي خالص بسبب الوجع اللي هنا. كنت بسمع طرقعة في المفصل من هنا، صوت طرقعة فظيع وانا باكل وانا بفتح بقي، بس لو انا بفتح بقي عادي خالص بلاقيها بتحصل الطرقعة دي بطريقة وحشة جدا. طبعا قبل ما اروح اصلا اكشف وكده اسنان او كده، كنت عاملة تحليل بقى، انا كنت مفكرة انيميا، طلعت مش انيميا الحمد لله. كنت مفكرة مثلا، قلت مثلا هيكون ايه، مثلا حاجة مثلا متعلقة بالاعصاب، ما الحمد لله مفيش حاجة. قال لي هو بصراحة كان معايا من الأول، كان فعلا حاسم الأمر جدا. قال لي من 3 شهور هتلاقي الموضوع فعلا، استجبت جدا، هي 3 شهور بس وهتلاقي الموضوع كله اتحسن. أنا الحمد لله اتحسنت من أول شهر ونص أو شهرين بالكتير، الأعراض كلها راحت من أول شهر، ما فضلش بس غير صوت الطرقعة اللي أنا كنت بسمعه. يعني أنا يعتبر من أول شهر شهر ونص كان الصداع راح، المفصل ارتاح، بفتح بقي عادي، باكل عادي، بس هو يعني كان مانعني من شويه حاجات، اللي هو انا ما اضغطش على اسناني قوي وكده، وهو مثلا ما تعصبش، اهم حاجه العصبيه في الموضوع ده ما ينفعش خالص، لان العصبيه بتزود الكل، يعني كل اللي احنا عملناه كان ممكن يروح في ثواني. الجهاز ده كنت بلبسه طول اليوم وطول الليل لمده، يعني لحد المده دلوقتي فضلت لابساه لمده شهرين، كل يوم يعني طول الاسبوع بلبسه عادي، وكل يوم صبح وبالليل لحد ما بنام. بعد كده بعد ما الشهرين عدوا، خلاص اتفقنا ان احنا، الدكتور محمود قال لي تقدري ان انت تلبسيه بس وانت نايمه. ففعلا انا لما بلبسه وانا نايمه بحس ان انا لما باجي اعض على الاسنان وكده، العضه بتبقى مريحه ومش فيها وجع. يعني هو قال لي 3 شهور بالظبط وهتبقي ان شاء الله كويسة، ويمكن قبل 3 شهور كمان، لان انا حالتي انا بالظبط كان حوالي شهر وشهر ونص، كنت استجبت جدا للموضوع وللعلاج، وفعلا فرق معايا جدا. ما كنتش بقدر انام من الصداع، ما كنتش بقدر يعني امارس حياتي اصلا بسبب الصداع المزمن. هنا كنت بحس ان هنا في شدة، يعني انا ممكن مثلا اجي افتح بقي او اقفله الاقي فيه شدة فظيعة. ما كنتش بعرف افتح بقي، يعني اخري مثلا جزء معين ما كنتش عارف افتحه قوي من كتر الوجع اللي كان في الفكين من هنا في المفصل. فهو فيه تشنج في المفصل نفسه، فهو اللي بيعمل الصداع وهو اللي بيعمل الشدة دي. فانا مشيت على الجهاز ده، اول حاجة مشيت عليه شهر ونص، هو استجبت معاه جدا في اول حاجة، وجاب معايا نتيجة سريعة جدا، لانه هو فعلا مريح جدا، لان انا كنت بعد على اسناني بطريقة غلط وانا نايمة، بس ده كنت بلبسه بالليل وكنت بلبسه بالنهار اول فترة، فعمل معايا نتيجة كويسة جدا. اول فترة معايا كنت بلبسه طول اليوم طول اليوم وطول الليل، يعني وانا صاحية وانا نايمة، لما باجي اكل وكده بشيله، وبعد كده بغسل سنين كويس جدا عشان ما فيش اي جرثومة تبقى موجودة فيه او اي حاجة فتأذيني. بس واستمرت عليه. دلوقتي كملت 3 شهور الحمد لله، والنتيجة حلوة جدا ومريحة. حتى كان في المفصل نفسه كان بيبقى فيه شدة ووجع، الحمد لله راح، الصداع ما عادش بيجي خالص. كمان كان في صوت طرقعة،
لما باجي افتح بقي او اقفله في طرقعة شديدة. مثلا لما باجي هنا افتح بقي مثلا وانا باكل كنت بسمع صوت هنا طرقعة، فدلوقتي الحمد لله بعد ما كان اول شهرين كانت لسه الطرقعة موجودة، بس دلوقتي الحمد لله اختفت خالص، وبجد حاجة جميلة جدا ومريح جدا، ولسه هستمر عليه كمان لان انا من النوع اللي هو عصبي شوية، فدي ده بجد حل حلو جدا وجميل جدا. فانا بجد بشكر الدكتور محمود جدا، دكتور محمود رمضان بجد يعني دكتور ذوق جدا ومحترم وذوق في التعامل جدا، وفعلا كان حاسم الامر من الاول. يعني هو قال لي 3 شهور 3 شهور بيبقى فعلا مديك الرينج بتاع المده، انت ممكن اصلا ممكن كمان ان انت يعني تحس بالنتيجه اسرع كمان، وهتفرح جدا ان النتيجه بقت سريعه عندك. بجد الجهاز ده اختراع يا جماعه، اي فعلا حد عنده الاعراض دي الجهاز ده وعن تجربه لمده دلوقتي 3 شهور، والله والله كمان مره الجهاز ده حل جدا لكل المشاكل دي، ومش مثلا دعاية او حاجة، بس انا واحدة جربته، يعني انا واحدة عن نفسي انا ارتحت فيه، وفعلا هيفرق جدا في حياتكم. يعني انا كان طول وقتي مخنوقة وخلقي ضيق بسبب ان انا عندي صداع، فهو فعلا بيريح جدا المفصل وبيريح الاعصاب، والصداع راح تماما من غير اي حاجة. بجد يعني الجهاز ده لولا انا لحد دلوقتي كان هيبقى عندي الصداع مستمر. تمام، فانا بجد بشكر الدكتور محمود جدا.